روتين سعادتك، فلوساتك، كشاتك، اقساطك وصداقتك. طبعا مظبوطين. انت فاكر ان احنا كان مشكلتنا الفلوس ولا حاجه؟ لا الحمد لله، معانا عم الهام اهو صاحب جالي. انا اول ما خالك سنور كلمني وقال لي في مشكله اكيد جري، ده احنا عشنا. الله عليك، الحمد لله الفلوس بقت معانا زي الرز اهو. فلوسنا زي الرز الحمد لله، احنا ممكن ندفع الاقساط كلها على داير مليم، بس احنا مش حابين نتاهل على الراجل يعني. اسمع يا ابني، انا مش عايز الاقساط كلها مره واحده، اهم حاجه تديني كل قسط في ميعاده. عيب عليك يا عم عبدون، هو احنا اتاخرنا في قسط قبل كده؟ ما هو ده اول قسط. طيب يعني ما اتاخرناش، قلقان من ايه بقى؟ ما لو كنتوا بتدفعوا الفلوس من جيبكم كنت عملت ايه؟ هو مش فلوسك وصلتك؟ اكل وبحلقه؟ ما ده جبنه برضه يا اخويا، جبنه. الله يا كالو. حضره الظابط روح انت. متهم؟ شفتوا عملتوا فيا ايه؟ قبل ما اعرفكوا كنت عايش حياتي في نعيم لحد ما مشيت معاكوا في طريق الشمال. ما خلاص بقى يا عم مشكور، ما تقفرتش فيه ايه؟ الهام دفع لك الفلوس خلاص. اسمه الاستاذ الهام، الاستاذ حبيبي يا سرور، المحترم حبيبي، النظيف، اشكرك العشرة. لولا كان زماني مرمي رمية الكلاب، وانا مرضهاش انك تترمي رمية الكلاب يا سروق حبيبي. ألام. يا سلام، زمن الفن الجميل. بس انا هطلع ليه؟ هطلع ليه؟ ما انا هرجع تاني، ده اول قسط، يعني لسه 23 قسط. انت بقى هتقعد تندب 23 مرة على 23 قسط؟ لما يجي وقتها يبقى عيط. لا، حطني في الحجز يا حضرة الظابط. رجعوا الحجز يا حضرة الظابط. لا انا بقول لك انا بروح عتب. انا جاي احقق لك اللي نفسك فيه. تقوم تحبسني؟ ما خلاص يا عم مسرور، خلاص اوعدك بعد كده هنسدد الاقساط في ميعادها. ولو اتاخرنا ولا حاجه عمنا موجود اهو، والبلطو حكايه وجيوبنا مليانه. ما تجيب 200 جنيه كده. ادي لك بس افك الاول. هنفك دلوقتي. طيب متشكرين يا باشا، تعبناك معانا. السلام عليكم. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا اخويا. اتفضل القسط اللي بعده. وحشني حبيبي. مش مصدق. طيب بعد قعده العرب اللي انتوا عاملينها في مكتبي دي، بطايقكم علشان مضطر اعمل اجراء.